أنا هيكون مع الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية التشاد. أهلا وسهلا بك. مرحبا عليكم السلام. رأي حضرتك مبدئيا في هذا المؤتمر وأهميته بالنسبة للعالم الإسلامي بشكل عام وأهميته للتشاد بشكل خاص؟ حقيقة المؤتمر جاء في الوقت المناسب والعنوان الذي يحمله المؤتمر فهو له وقع، والعالم والمجتمعات كلها هي محتاجة لمحتوى هذا العنوان. حقيقة بعد أن قاسينا الكثير والكثير والمجتمعات كلها، وهي الآن تقاسي مسألة الإرهاب وفقدان الهوية وفقدان الدولة الصحيحة وفقدان يعني الأساس الذي تنبني عليه الحضارات، حقيقة هذه الأشياء كلها اليوم العالم كله والمجتمعات كلها هي محتاجة لأن تحقق هويتها وتحقق ذاتيتها لكي تجد ما تستقر به أحوالها في هذا الزمن. ومن أجل ذلك جاء هذا المؤتمر، هو يحقق للمجتمعات، يحقق لها آمالها التي تعقدها في تكوين الدولة الوطنية، الدولة التي تبنى الدولة العدل، دولة الطمأنينة. وهذا العنوان جاء وقد قدمت بحوث في هذا العنوان هي تقدم هذا الغرض. ويعني هذا المؤتمر انعقد في زمن مثل هذا، كذلك المكان الذي انعقد فيه المؤتمر وهو جمهورية مصر العربية، وهي التي دعت لهذا المكان. وطبعا اليوم المجتمع المصري ويعني ومصر العربية، مصر العروبة، مصر قيادة العالم الإسلامي بأزهرها وبوزارتها. فهذا المؤتمر والذي تحضره أكثر من 50 دولة ومن علماء يعني فطاحل بحثوا هذا الموضوع، وكذلك يعني وزارة الأوقاف بقيادة يعني الأخ الزميل الوزير محمد مختار جمعة، الرجل النشط الذي هو يعني يحقق يعني في هذا الموضوع. بمقتضى هذا إن شاء الله المجتمعات تتخلص من سبل الإرهاب ومن الجماعات الإرهابية التي هي همها أن تقيم دولة هي في مخيلتها هي فقط، ودولة هم يتحدثون عن دولة هي لا تحقق للمجتمعات، لا تحقق لها أي غرض، ولا تحقق لها ذاتيتها، ولا تحقق لها أمنها ولا سلامتها ولا رقيها ولا حضارتها. فإذا نحن في حاجة إلى تحقيق مثل هذا الغرض، وهو إقامة الدولة، دولة العدل، دولة المساواة، الدولة الوطنية التي ترعى مواطنيها وشعوبها، ترعاهم بالعدل والسلامة والحرية حتى تتحقق فينا يعني حق قول الله سبحانه وتعالى يتحقق فينا، والذي خلقنا واستعمرنا في هذه الأرض فلا بد من أن نعمرها بمنهج الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. ونسأل الله التوفيق. زرنا معا خلالها
بعض جانبا يسيرا وعلى العلن من المعالم الحضارية والتاريخية في مدينة القاهرة القديمة، والذي يزيد عمر بعضها على 2000 عام أو أكثر من 2000 عام بكثير، وما زالت هذه الآثار شامخة شاهدة على عظمة الحضارة المصرية، وكأنها تقول بالأمس كان هنا قوم عظماء بنوا وشيدوا وعمروا وأقاموا هذه الحضارة العظيمة. كما شاهدنا معا الإيمان بالتنوع والتعددية في أسمى صوره ومعانيه، حيث بدأت الجولة لصلاة الظهر في أول مسجد بني في أفريقيا قابع مسجد في الإسلام، مسجد سيدنا عمرو بن العاص، ثم قمنا بزيارة الكنيسة المعلقة المعبد اليهودي، بما يؤسس واقع مصر التاريخي في حماية دور العبادة عبر تاريخها الطويل. وكانت الكنائس التي زرناها على بعد أمتار معدودة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص الذي أقامه ومن معه من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتعرضوا لكنيسة أو معبد أو أثر، بل حافظوا على ذلك في صور من أعلى وأسمى صور التسامح الديني، ودورنا أن نحافظ على هذا التسامح وعلى هذه التعددية وعلى هذا الإيمان بالتنوع. والحقيقة بعد يومين حافلين من العمل وعدة أشهر من الإعداد والتحضير والبحث وتلقي البحوث، وبهذه المشاركة العالمية الدولية الواسعة لهذه النخبة التي نعتز بها ونسعد ونشرف بمشاركتنا لهم أو مشاركتهم لنا في هذا المؤتمر، وبمشاركة ربما تزيد على 300 عالم وأكثر من 300 إمام ممن حضر معنا على مدار اليومين المتتابعين، وباستقرار وحوث المؤتمر من خلال لجنة علمية متخصصة حاولت أن تستخلص أهم ما في هذه البحوث مما يعد نتائج ملموسة، وبمتابعتنا لجلسات المؤتمر والتقاط بعض النتائج الحية قيد المنصة بتجارب استفدناها، وأنا الحقيقة لفت نظري تجربة يعني حولت إلى توصية عندما عرض فضيلة الشيخ أحمد تميم تجربة أوكرانيا وعدد المسلمين فيها نحو 5% ومعظمهم ربما من الوافدين إليها، وهي التي احتضنتهم وأعطتهم الموطن الآمن، وهم يتعايشون مع أشقائهم من الأوكرانيين في مواطنة متكاملة، لكن للأسف الشديد تحاول بعض الجماعات الإرهابية تعكير الصف الوطني وتشويه صور الإسلام، فقال هذه الخمسة ليست الخمسة كلها، ده 5% إجمالي عدد المسلمين، شوف إجمالي المجموعة منهم ربما لا تصل إلى 1%، ويحاولون إقامة دولة في شرق أوكرانيا ومحاولة جيش في أوكرانيا، أي خلل في الفهم وصل الناس إلى هذه الدرجة. فجعلنا نؤكد وبتأكيد شديد وبإجماع العلماء وبمشاورتهم على أن الإنسان المسلم الحقيقي عليه أن يحترم عقد المواطنة، سواء أكان يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة، فالإقامة هي عهد أمان بين الدولة و
فالمواطن ولا يجوز للمواطن أن يفتئد على الدولة التي تأوين وتحمين تحت أي مبرر كان. ولخصنا هذه التوصيات فيما يأتي: واحد، بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم. العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة. والحقيقة أضاف أحد المفكرين المشاركين إضافة هذا، كل الكتب القديمة تتحدث عن أن الدولة هي أرض وشعب وسلطة. أضاف إضافة هامة جدا من معطيات الواقع والعصر الحديث الشرعية الدولية، فليس كل مجموعة تسيطر على كيلومتر أو 2 كيلومتر أو 5 كيلومتر تقول إحنا بقينا أرض وشعب وسلطة حاكمة وتعلن نفسها دولة داخل الدولة بمعزل عن القوانين الدولية. فأصبح من معطيات، وأنا أحيي من أضاف هذه الإضافة، إن العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشرعية الدولية، وهذه قيمة التلاقي والتحاور والاستفادة من التجارب المختلفة. ولا يجوز لأي جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيدا عن سلطة الدولة، فإن فعلوا ذلك وجبت مواجهتهم بكل السبل وعدوا خائنين للدين والوطن وخارجين على النظام والقانون. ثالثا، التأكيد على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع، وهو أحد الكليات الست التي يجب الحفاظ عليها، وهو ما أصلناه في كتاب كامل تحت عنوان الكليات الست. رابعا، احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة، سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة. خامسا، ضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ولدعائه وتعرية أفكاره ثقافيا وإعلاميا وإلكترونيا. وهذا المبحث كان فيه هذه التوصية مداه 3 بحوث كاملة لثلاثة من كبار الأساتذة في الفكر الدين. ثالثا، ضرورة العناية بضبط المفاهيم ذات الصلة بالدولة وتصحيح ما يقع عليها من انحرافات بصفة مستمرة، وخاصة أن جماعات الشرق لا تتوقف كل يوم، مما ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية في سرعة واحدة. سابعا، ضرورة التصدي للمفاهيم المفروضة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطن لدى الجماعات المتطرفة، وإحلال المفاهيم البناءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامي محلها. ثامنا، الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون. من هذه المشكلات التي تحاول الجماعات المتطرفة أن تعمل عليها هي أن القانون شيء والدين شيء آخر، وقوانيننا في جملتها مأخوذة أو متصلة بما يحقق المقاصد العامة للتشريع. الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون والنظام الاقتصادي والاجتماعي بها، وهو غني بالضوابط والتطبيقات الداعمة لكل ذلك، بما يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة في محاولاتها إحداث تقابلية خاطئة
بين الدين والقانون أو بين الدين والدنيا أو الدين والدولة، فطورنا عمارة الدنيا بالدين، طورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين. فالدين والإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت. تاسعا، لن يضع الإسلام قالبا ثابتا أو نظاما معينا للحكم، وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأي طريق يحقق أرادتهم تحت راية الشعراء والديمقراطية. عاشرا، آلية اختيار الحاكم من المتخيرات التي تخضع لظروف الزمان والمكان وليست أمرا جامدا أو نمطا ثابتا. حادي عشر، الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني. لا يستقر أمر الوطن ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا بحق. ثاني عشر، ضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تعظيمها واحترام الخصوصية العقائدية للأديان جميعا. ثالث عشر، العمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو أي أسس طائفية. رابع عشر، تعظيم شكل دولة المؤسسات وضرورة العمل القائم على الفكر المؤسسي القادر على البناء والاستقرار ومواجهة الجماعات والأفكار الشاذة في إطار الدستور والقانون. خامس عشر، وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل العمل على محاصرة المتطرفين وعدم تمكينهم من إنشاء بؤر جديدة أو اكتساب أرض جديدة للتطرفين. سادس عشر، دعم جميع الفعاليات التي تهدف إلى بناء الدولة وتعظيم قيم الانتماء والمواطنة ومواجهة الإرهاب والفساد. سابع عشر، الوطن لكل أبنائه، الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا وليس لطائفة منهم دون طائفة، ولا يمكن أن ينهض ببعضهم دون بعض، مما يتطلب أقصى درجات التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد للرقي به والحفاظ على أمنه وسلامه ومقدراته ومكتسباته. ثامن عشر، العمل على بناء شراكات دولية سياسية وعسكرية وأمنية وثقافية وإعلامية واسعة لمحاصرة التطرف والإرهاب. ولا شك أن مؤتمرنا هذا بهذا الجمع العظيم يأتي في إطار بناء الشراكات الدولية الواسعة في مجال المواجهة الفكرية للفكر المتطرف. تسعة عشر، ضرورة كشف العملاء والمقبولين، هذا أمر في غاية الأهمية، كشف العملاء والمقبولين ضد الولي. فمن لا خير له في وطنه فلا خير له في نفسه ولا خير للإنسانية فيه، بل هو خطأ حيث حال. العشر، بذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفكر المتطرف مع التفنيد المستمر لأكاذيب الجماعات المتطرفة وما تتعمده من بث ممنهج للأكاذيب والشائعات. 21، قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية للعمل الجاد على بيان مفهوم الدولة وضرورة الحفاظ عليها والعمل على رقيها وتحديد أباطيل الجماعات المتطرفة وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بتنسيق على مستوى الوزارة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة
والثقافة والهيئة الوطنية للإعلام على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء في جميع المدن باجتماعات شهرية وملخص لأعمال كل شهر يرفع بقيادتنا السياسية. 22 إعطاء ملف الدعوة في أفريقيا بناء على طلب شركائنا وزملائنا من المشاركين، إعطاء ملف الدعوة في أفريقيا ونشر الفكر الوسطي المستنير بها عناية خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين مصر وعمقها الأفريقي، ولا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. 23 توفير الحماية والتحصين الفكري للشباب ضد محاولات تزييف الوعي عبر مواقع التواصل. تابعنا مع بعض النهاردة إيه معنى كلمة فقه الدولة لبناء المجتمع الصحيح والأفراد، إيه دور المؤسسات، إيه دور الأفراد، كل يعمل في المجتمع بدور العلمي أو السياسي أو الديني للوصول إلى النتيجة الأخيرة والمثلى لخدمة الشخص والمجتمع. خلص معكم برنامجكم وحدث في مصر.